في موضه طالعه في 2023 ان نسمي الاطفال على اسماء مدن زي روما وفينيسيا. لو هنختار لاولادنا اسماء على مدن او مناطق او شارع مصريه هنسميهم ايه؟ معز على شارع المعز. دهب. انا بحب دهب جدا في جنوب سيناء، ف يعني لو جبت بنت هسميها دهب. في باكوس في اسكندريه، ده راجل برضو. جليم ممكن يعني يكون اسم مكان في مصر بس يعني منطوق بلغه تانية، زي مثلا هليوبلس كده، حاجه كده. اسمي مثلا رحاب بنت، اسمي ولد صلاح الدين. في مصر منصوره، مطروح بنت، وغردقه بنت برضو. ممكن اختار دمنهور. منصوره، منصوريه. في حاجات كتير. دمياطيه، اسميها دمياطيه بنت. هسمي سعيد على اسم بورسعيد بقى، تبقى مقتبسه منها. انا هسمي ايه؟ انا هسمي هشام. اسمي هشام عشان يبقى اسمه هشام بركات، الميدان اللي في النزهه الجديده. دلهاب، مش في كفر اسمه دلهاب؟ خلاص نسمي الاسم مشهور بالمره بقى وغريب. مصر. حلو ده. لو ايه تاني؟ مفيش حاجه بعد مصر. مصر بس. مصرية أمي. إيه الأسماء الحلوة دي يا نبيل؟ نشكر كمان كل اللي شاركونا التقرير، كلهم اقترحوا أسماء غريبة. شفت؟ دمياطية دمياطية. وطبعاً عايز معز. ودهب عجبني أوي. دهب حلو، دهب أوي. المنصورة ومطروح ودمنهور وسعيد. وسعيد طبعاً، سعيد على اسمي طبعاً. أنا عندي جدة في سعيد. في مصر كمان. انت عندك كم جد يا بنتي؟ لا هو الخمسه انا عارفه الاسماء، فهو فعندي سعيد شجره العيله يعني، وعندي سعيد وعندي يوسف. يعني في سعيد ويوسف في شجره العيله، بس مكتوب عليه ال سعيد مش ال سعيد. ما حلو ال سعيد دي. قال هم قال طبعا وقال بشوتي. وقال بشوتي وقال بشوتي تاعك. هتروحي فين ولا فين يا بنتي؟ نعم. كتير قوي كده، كتير قوي. ايه وانا اللي اخترتهم؟ ما اكيد احنا متسلسلين عشان نيجي. اكيد كتير. انا فهمت كده. انت سميت ولادك على اسم مين يا شيف؟ محمد و محمد على اسم ابويا الله يرحمه، وامها سمت البنت على اسمها طبعا، على هي مع نفسها. فانا عندي قناعه ان الاسم مكتوب عند ربنا. البنت اسمها ايه؟ علياء. على